السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي ابدأ اعمل شغل انشائي ستيل. اول حاجة هرسم جريد عشان تساعدني في الشغل بتاعي اهوت، وبعد كده ابدأ اعمل سيلكت دوت واقول له انا عايز كوبي، وبعد كده هقول له ممكن تديله المسافات اللي انت عايزها، او ممكن تقول له بعد كده دي اي وتعمل دايمنشن بينهم كده بالشكل دوت، وتقول له انا عايزهم ايكوال، وبعد كده تعمل سيلكت وتقول له مثلا اظهر لي الفاليو، وممكن تعمل سيلكت كده عليهم وتقول له روتيت وتقول له كوبي وتقول له انا عايز زاوية 90 مثلا، يجي معاك بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عايز احط الاعمدة كلهم وتختار الاعمدة اللي هي تبقى ستيل، وتقول له اد جريد وتعمل سيلكت على جريد وتقول له فينيش، يبدأ هو يحط لك الأعمدة بشكل دوت. خلينا نشوفها كده فاين بشكل دوت. طيب لو انت عايز توصل بينهم بكلهم، العمود ده موجود من الدور الكام للدور الكام، من ليفل 1 لليفل 2. طيب يبقى البيم اللي انا هحطه اقول له ده يتحط في ليفل 2، وتبدأ ترسم الكولوم بشكل دوت، هيظهر معاك في ليفل 2 وهيظهر معاك في 3 دي بشكل دوت. طيب لو عايز تخلي فيه ميل، طيب خلي بالك ده مثلا الجريد رقم 11، هاجي اعمل هنا سيكشن تمام، واقول له جو تو فيو، واقول له انا عايز اعمل البيم بتاعي، هيقول لي ما ينفعش تعمله في السيكشن، لازم تحدد الورك بلان اللي هتشتغل عليه، فاقول له انا هشتغل على الجريد رقم 11 من هنا لهنا تمام. وخلينا نشوفها كده بالفاين تمام. ممكن تيجي تقول له هنا تسأل لو جوين بحيث ما يدخلوش مع بعض دلوقتي، انا هتحكم في امتى هيدخلوا مع بعض. طيب هقول له وصلهم ده بدوت ده بدوت، فيبدأوا يتوصلوا مع بعض بالشكل دوت. وتيجي هنا في 3D، لو انت عايز ده برضو تخلي فيه ميل، ممكن تيجي تعمل سيلكت كده للاند وتروح له مثلا 2، فيبدأ برضو يديك الارتفاع. ممكن بعد كده تعمل سيلكت للاتنين دول كده وتقول له انا عايزهم كوبي من هنا مثلا لهنا لهنا وهكذا، يظهروا معاك بالشكل ده. طيب تقدر دوت تقول له انا عايزه اتاشمنت للتوب يوصل لحد هنا، وده يعمل اتاشمنت للتوب بالشكل دوت، وتقدر تعمل سيلكت مثلا على ده ودوت وتقول له من ستراكشر انا عايز يبقى فيه كونكشن، تبدا تختار الكونكشن هيبقى عامل ازاي والتوصيله بتاعته عامله ازاي.